خير القرون قرني، وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. لزوم المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمة، وتبوأت هذه البلاد ولله الحمد والمنة، وتوجت بالسير عليه، فهي دولة سلفية سنية سنية سائرة على منهج الكتاب والسنة. فلزوم منهج السلف الصالح يعصم من التعصب والتحزب للجماعات أو للتنظيمات أو للأفكار المخالفة لما كان عليه سلف هذه الأمة. فلواحد كن واحدا في واحد، أعني طريق الحق والإيمان، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم